رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. هوريكم شكل المخبوزات في الفرن، بصوا كده جميلة، بس طبعا قدامها شوية صغيرة، حاجة بسيطة يعني. وهلف دلوقتي الصاج، بصوا الجمال حلوة ازاي. هلف بس الصاج كده الناحية دي كمان اهي، دقيقتين بالظبط ونطلعها ان شاء الله، لان طبعا الصاج بيفضل سخن، هي بتفضل مستمرة عشان تفضل هشة وطرية. يلا بينا نقول بقى دلوقتي هنعمل الوصفة اللي قلت لحضراتكم عليها. هي مخبوزات قطنية هشة جدا، حاجة شبه الشريك بالسكر، عارفين عاملها زي البريوش، حاجة قريبة من الحاجات دي بس مرشوش عليها سكر. مخبوزات دي مخبوزات جميلة جدا جدا. تعالوا نشوف كده احنا هنعملها. لو هنعمل على الكيلو دي، اللي مش عايز كمية كبيرة هنعمل على النص كيلو، هينصنص المقادير. انا عاملها على الكيلو. الكيلو بياخد كوباية سكر، بياخد 2 بيضة، بياخد معلقة كبيرة من الفانيليا، معلقة كبيرة ونص من الخميرة الفورية، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، رشة ملح، نص كوباية من الزبدة، واتنين كوب حليب دافي، وللوش عندي بيضة، معلقة لبن، فانيليا، ممكن معلقة صغيرة من الخل، بتديها كده هشاشة وجميلة، بتبقى بتمنع الزفارة لو انتوا عايزين يا فانيليا يا خل، حاجة من الاتنين يا ندى. نص معلقة قهوة سريعة الذوبان وسكر. أنا شايفة إن دول جمال جدا جدا. هنرش على الوش على فكرة سكر كمان. طيب أول حاجة دي كده العجينة، خليني بس الأول أدفي الزبدة دي. حاجة منهم يعني، لو ما فيش فانيليا يبقى خل يعني، يا ده يا ده حلو، بس يعني ايه يا ده يا ده، في ناس كتير ممكن تسالنا، اللي عايزه بقى يبقى هش زياده ممكن يحط الاثنين، بس هما الاثنين مع بعض يعني انا شايفه ان هما مش يعني ايه يا ده يا ده. يلا بينا، تعالوا بقى احنا هنا بدفي بس الزبده، عايزاها تبقى مذابه، عايزاها زبده مذابه. طيب هاخد كميه كده ايه الاول من اللبن شويه مع الخميره، وبعدين هبقى اكمل في العجن عشان مش هاخد الكميه كلها. بسم الله كده، وهاخد الخميره، شويه السكر هيبقى نص الكميه دي، والبيكنج باودر مش هحطه كله، هحط هنا علشان انا مش هقدر اخد كميه دي كلها، فما بقاش خلطت عليها كميه البيكنج باودر، وهاخد نص كميه الدقيق. يعني عملت على النص كيلو، هيبقى عندي بيضة واحدة اهي، وتعالوا بقى نخلط المكونات الحلوة دي ونشوف هنحتاج لبن للعجن ولا لا. هي ميزتها انها مفيدة يعني مغذية، بتتعجن باللبن. المخبوزات اهي طلعت، اتفرجوا عليها براحتكم. القوارب طلعت. هنديها كمان خلطة وشوية لبن. بسم الله.
كويس قوي لما تبقى عجينه لينه. على القوام تمام. ويلا بينا نقلب بقى. رائعة ما شاء الله ما شاء الله. تعالوا بقى ناخد العجينة الحلوة دي الهوية اروح بيها فين بس يا رب. هنا خلينا هنا. تعالوا بقى نسمي الله ونشيل ده. هنخلي طبعا شوية سكر جنبنا. السكر ده هو اللي ايه هنحطه على الوش. عارفين المخبوزات اللي عليها سكر من على الوش دي؟ طيب خلينا بقى ايه الاول خلينا كده ايه خلينا نعدل هنا ايه بال نمسح بس اماكن هنا ده هنا كمان. يلا بقى نشتغل اللي موجود عندي ده على المكان ده. ده اللي انا هعمله على الوش. بصوا بقى طبعا العجينه دي برضو زي ما اتفقنا هي لازم تبقى بتلزق شويه حلو عشان لما اشتغل فيها تبقى ايه تبقى هشه وجميله. انا الحقيقه هشكل برضو كرات زي ما اتفقنا. هنعمل كور كده على حسب حجم كل واحده حضراتكم عايزينها اهي. معلش انا بحط بقى في الزبده هنا واعمل كده نحطها كده. هنحتاجها للتوبينج للوش. حاضر. ممكن بقى نخليهم هنا جنب كده فوق كده وناخد كور مش عايزين تبقى كبيره قوي دي في الزبده اللي كانت بقيه الزبده اللي ساحت وانا عملت بيها كده. هذه دي تعمل كوره حلوه يعني انا عايزاها تبقى كوره كويسه. بصوا باخدها كده اهي ده الحجم بتاعها كده كده تدي طعم حلو. وتعالوا بقى اهي شوية كور حلوين كده. دول بقى مش هنكورهم كور لا هنعملهم بقى مش هنفردهم وكده هنعملهم زي الايه زي الحبل كده تمام. ونعمل كذا واحدة على الصاج وندهن الصاج شوية مش باقي الزبدة اللي احنا حاطينها هنا دي تعمل لنا كمية لا بأس بيها حلوة ازاي اهو. تعالوا بقى ناخد الصاج. الفرن عندي شغال حرارة قوية. طيب خليني اخد هنا باقي الزبدة وهاخد كده هدهن كده وهاخد ورقة زبدة صغننة لان انا هرش سكر والسكر ده مش عايزاه يتحرق. اخد كده بس اقص قصه كده وهنا تبقى بس مظبوطه تساعد ان ايه لو وقع سكر ما يلزقش في القاع تحت ويحرقها لي. خلاص اهي ونقطه زبده كمان فوق
كده. يلا بينا نحط الصاج هنا وهناخد واحده واحده. خلوا بالكم هي هت ايه يعني اقصد هتخمر كمان زي ما عملنا في القوارب كده. حلو، سهله وبسيطه جدا. شايفين ازاي دي بحطها لتحت اهي تبقى قاعده عليها كده. نعمل واحده تانية. هنجمع بقى الصاج ده، اهم حاجه بقى لما اجي اعمل الوش. الوش ده مهم قوي عشان يديني قرمشه ويديني لون حلو. اهو دي بتيجي لتحت كده وعايزه افردها تاني. معلش خليني اخد دي بس كده اعدل الوسع بتاعها عشان هي مش واسعه، عايزاها تبقى على واسع. شايفين العجينه مرتاحه وحلوه لانها واخده سوائلها مظبوطه، فاحنا مش محتاجين يعني ايه زي ما بيقولوا اهي. واخدها كده تفضل مرنه مع حضراتكم بس ترتاح ربع ساعه بالكور اللي احنا كورناها. خلاص اشتغلوا فيها زي ما انتم عايزين. دلوقتي بقى عايزه اعمل، لا هعمل الوش بتاعها الاول بعد ما اشكل دي. خلينا نعمل الوش اللي احنا هنحطه على العجينه الحلوه دي. حلو، هنحط كده اهو. شايفين الجمال؟ اه تمام ماشي. هنعمل كده وهناخد بقى، بصوا بقى بوله صغيره. اه هاخد بس عشان اوري حضرتك، هاخد البيضه دي الاول هكسرها بره اتاكد ان هي سليمه. هحطها هنا نقطه الفانيليا، ممكن رشه بس من القهوه سريعه الذوبان عشان تدي اللون المحمر الحلو ده، ونقطه اللبن كده تمام. السكر ده هيترش فوق العجينه، فانا دلوقتي يعني عقبال ما اشتغل كده واعمل التوبينج ده هكون رليت كام واحده كده. اسمحوا لنا هنطلع ليه استراحه نرجع نستكمل بقيه شكل الصاج بتاعنا والمخبوزات القطنيه الجميله دي. يلا بينا، في انتظار حضراتكم.